يوم الخير. اليوم الخميس 5 نيسان أبريل، اليوم القمر مرافقنا لليوم الثاني على التوالي من برج القوس الناري. أجواء ممتازة بترافق مواليد برج الحمل وأيضا الأسد وكذلك مواليد برج القوس. كيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. نهار ممتاز من الأيام الرائعة الممتازة يلي بتخلي وبتسمح لمولود برج الحمل أنه يكون من الأرقام الصعبة. يعني أنت اليوم منافس صعب انه حدا يربحك او يتقدم عليك. طبعا بعد في ابراج تانية مهمة وقوية مثلك انت، مثل مواليد برج القوس والاسد، لكن انت تعتبر من الابراج الرابحة. الاوفر حظنا 12 و13 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لمولود برج الثور ضروري اليوم تكون انت مصحصح شوي، لانه الغلطة اليوم معقولة تمرق وما تشتلق لها وبتكون غلطة كبيرة. ضروري تنتبه لأوراق، لمعاملات، وتشوف صلاحيتها امتى بتنتهي، لأنه بعض الضبابية في رؤية الأمور معقول تسبب لك شوية مشاكل. ولكن هنالك حظوظ حلوة بانتظار مواليد 24 25 26 و27 نيسان أبريل. كمل مع برج الجوزاء. ما تمشكلة إذا ظهر مشكل، حاول أنك تتفاديه أو تمرقه بطريقة كتير سهلة من دون ما يصير فيه خلافات أو تتأزم القصص. هذا نهار ما بيحمل تعقيد، هذا نهار أنت تملك فيه طاقة كتير كبيرة، لكن الأسلوب يلي لازم تعتمده اليوم هو الأسلوب المرن فقط لا غير. تبقى المواليد الأكثر توترا هي مواليد شهر حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، نظم أوقاتك، جدول أعمالك، أولوياتك، في تعب وفي ركض، ويمكن يكون في تعب صحي أو يكون في تعب جسدي. الأجواء متقلبة شوي، لكن اليوم إذا أنت مشيت حسب جدول أعمال حاطه قدامك ماشي عليه على البكلي، أو إذا تأخرت شوي رجعت عطيت حالك شوية وقت زيادة لتكمل جدول أعمالك وبآخر النهار تكون مخلص كل شيء، بيمشي الحال. بعض مواليد برج السرطان عندهم يا مسألة مهنية مهمة عم يشتغلوا عليها، أو مسألة صحية يمكن العلاقة بأحد الوالدين. الأكثر تعبا 13 تموز يوليو، الأكثر حظا 14 ل16 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. من الأيام الممتازة عند مولود برج الأسد بهيدا الشهر الممتاز، كل أسبوع في عندك يومين حلوين كتير لازم تكون أنت عارفهم ومنيشن عليهم لتشتغل فيهم على الأمور الصعبة. اليوم هو نهار ممتاز جدا، بيرفع من شأنك، بيساعدك توصل وتقطع إلى الضفة الجيدة، وبتكون بالتالي وصلت إلى شط الأمان. الأوفر حظا مواليد 7 8 9 10 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. أمور شخصية، أمور يمكن تكون عائلية، مش بالضرورة تكون سلبية، لكن اليوم مولود برج العذراء طالع عباله أنه يكون بجو شوي مريح، بده مين يدلله، مين يبقى معه، مين يقويله معنوياته، ومين يخفف شوي من هالهم اللي عنده إياه. فإذا بتعرفوا مواليد برج العذراء ما تزيدوه عليهم، بالعكس أني بحاجة لمين يهتم فيهم. وبتبقى المواليد الأكثر تعباً 8 و9 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان الأفكار اللي عندك إياها براقة ولامعة جداً، ذكية جداً، وما تلغي موعدك، روح عليها، روح امتحاناتك، شرط تكون عامل دفوارك قبل، مش إنه رايح إنه أوه كارمن قالت هي أنا عندي سرعة بديها، ما ضروري أدرس، ما ضروري، نو. بتروح لحتى فعلا انه نجمك يلمع، والا بتطلع بالنتيجه عم تحكي كيف ما كان، وبيطلع خصمك اقوى منك، وبيطلع بقوله ها شفت عم تسمع كارمن مثلا. سو قوي حالك، اشتغل وروح وشوف انه بتنتصر اليوم. يلي عنده معاكسات هي مواليد 7 8 9 10 وايضا 20 21 اكتوبر. كمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب نهار لبحث فاتورة يمكن انت نسيها تطالب فيها، يمكن عندك امتحان كتير مهم ميد ترم مثلا عم تشتغل عليه، حاسس انه اليوم انت تمر بلحظة امتحان، ويمكن ما عندك امتحان لكن ظرف بيمرق اليوم معقول يحطك تقريبا تحت الأضواء. بعض مواليد برج العقرب عندهم مصاريف مالية. 14 ل16 نوفمبر بعدك الأكثر حظا. بنتقل لبرج القوس. ما حدا قدك مولود برج القوس بالحقيقة بين ثلاث أبراج النارية، يمكن تكون أنت نمبر 1. ليه؟ لأنه القمر ببرجك،
كمان في عنا الحمل القوي مستقوي وايضا الاسد، لكن لانه القمر ببرجك فيك تقول انه انت تقريبا الشخص يلي اول اسم بيطلع هو انت. وبالتالي مولود برج القوس الامور اذا بدها تفتح بوجه حدا، اذا في اتصال تليفون بده يرن على الارجح بيرن عندك مع اخبار ساره. الاكثر حظا مواليد 7 8 9 وايضا 19 و20 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبه لبرج الجدي من امبارح منه عاجبك شيء، مش عم تتفاهم مع حدا، ما حدا عم يتفاهم معك، ما في انسجام بالاجواء، يمكن يكون مريض، يمكن يكون تعبان، او يمكن يكون عندك شيء بالبيت مش ظابط. بجميع الاحوال هيدا نهار ما لازم تتعب حالك فيه، ما لازم تحط حالك تحت خشبه مكسوره تنقول مثلا، يعني ما تحط حالك بظروف صعبه لانه ما في كثير حظ لحتى يشق لك منها. هيدا نهار لحتى تشتغل على حالك، تشتغل على امور روتينيه حافظها عن غيب وما تعذب حالك باشياء جديده على الاطلاق. انتبه من المشاكل، من الاحباط ومن خيبات الامل. كون حذر جدا من السرعه اذا كنت من مواليد 31 ديسمبر ل 3 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. نهار حلو بيسليك مولود برج الدلو، بيسليك مش انه عم نضيع وقت، بيسليك لانه فعلا هو نهار غني. غني بمعلوماته، بطاقته، بحظوظه من خلال مشاركه ما. مش انه قاعد بالبيت مسكر الباب وعم تحكي مع حدا ومطفى سلولرات وعامل حالك منك بالبيت انه اوه شو هالنهار الرائع، ما بيمشي الحال هيك. الاجواء الرائعه نوعيتها بتقول لك لازم تشارك، لازم تكون موجود لحتى من خلال المجتمع توصل لك التاثيرات الحلوه. 10 ل 12 شباط فبراير الاكثر حظا. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت صحيح اليوم القمر عم بيشكل مربع مع شمسك، لكن من النقطة الأعلى عندك بدائرة الفلكية، هذا يعني أنه نجمك قوي جدا. أي نجم مارق بيكون بالنقطة الأعلى عندك بدائرة الفلكية بالنسبة لبرج الحوت هو القوس، هذا معناته أنه أنت تحت الأضواء. فإذا أنت حاضر وأنت جاهز وأنت ردي صار لك يوم يومين، معناته اليوم أنت تنقش معك وبتربح بشكل كتير باهر. 12 13 أدار مارس الأكثر حظا. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة حلوة فيها سفر، فيها غربة، فيها رجعة من غربة، فيها تنوع وفيها نجاحات وفيها مغامرات، فيها مجازفات، لكن على الأرجح بتكون ناجحة. نيسان أبريل، أيار مايو، أب أغسطس، ديسمبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي.